الكنغر يحمل معي الزرافة الفيل الأسد حيوان قوي ومفترس، لذلك يعتبر الأسد ملك الغابة. البقرة تنتج اللبن الطازج كل يوم. الديناصورات أقدم وأشرس الحيوانات على وجه الأرض، لكنها انقرضت منذ ملايين السنين. أنا النمور حيوانات مفترسة وسريعة، معظم حيوانات الغابة تخاف من النمور. القرود حيوانات شقية تحب المنظر وتجيد القفز فوق الأشجار. Thank you.